ازيكم يا شباب، عاملين ايه النهارده؟ احنا بقى مش هنسجل فيديوهات ونعمل الحركات كده، بقى النهارده هنروح البيت المسكون ومعايا جون وستيفن وكريم. يلا بقى نديش في البيت المسكون ده. بصوا يا جماعه، احنا دلوقتي هنشوف في بيت مسكون. يا جماعه تابعوا معانا عشان تشوفوا. يلا بينا يلا بينا هنشوف. تابعوا الفيديو، هنشوف السلم بتاعه. ده الدنيا ضلمه ضلمه. ثانيه هعمل الفلاش. ورحنا في البيت المسكون، وطبعا جون هو اللي بينور. طبعا يا جماعه يلا. ايه ده؟ ايه ده يا جماعه؟ ايه الرسمه دي؟ ايه ده؟ ايه ده؟ الرسمه دي اتنين. ايه ده شباب؟ ايه ده؟ ثانيه يا جماعه، انا اكتبوا لنا في التعليقات. ابيض. بصوا ايه التضاريس الفاشله دي. ايه ده اصلا؟ في ايه ده؟ كوتش حد. ايه ده؟ شكل في اشباه. ايه ده؟ كراسي. ايه كراسي؟ ايه ده كراسي؟ يلا تعال شوف. طب في هناك كراسي. تعالوا ورايا. ايه ده؟ ابيض. والله مش عارفين ايه ده. في ايه ده؟ في ايه؟ دش مكتوب عليه كامل، مكتوب عليه بالدم. استنى بس، فين جون؟ ثانية جون 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 فين جون؟ جون الدنيا ضلمة كحلة هنا. الدنيا جون خلاص، لازم ندور عليه، ما ينفعش نفقد الأمل. ما ينفعش نفقد الأمل. سلك. جون. ايوه فينك. جون ايه اللي حصل يا شباب؟ مش عارف. حد 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 انا برضه حسيت ان في حد خبطني. وانا حسيت ان ايدي وجعتني كده. في ايه اللي حصل؟ شكل البيت ده فيه اشباح. في اشباح. حتى البيوت بصوا مكسره ازاي. جروف. ايه جروف؟ ايه ده؟ بصوا ده فخ. فخ يا سوس. ايه ده؟ مين اللي اوعى حد يجي جنبه. اوعى ابعد. ايه ده؟ السيد ما السيد مش عارف ايه ده اصلا. انا مش هتوتر. يلا ننزل لاني هم خايف. حرف ايه ده؟ حرف اف. فيها قلب. حرف ايه؟ قلب هنا مكسور وقلب تاني. يا جماعه الاصوات دي بصوا، شايفين حرف الان. ايه ده؟ نصد ده. انا لسه ندري. اجري اجري اجري
اصلا. وطبعا يا شباب انا هقف لحد هنا، ولو عجبكم الفيلم اعملوا لنا لايك وسبسكرايب، والشرط في قناتي هتلاقوها تحت في الديسكريبشن. ستيفن نعم ما عندوش قناه، كارين ما عندهاش قناه، جون بس اللي عنده قناه، وانا وجون. فلو عجبكم الفيلم اعملوا لنا لايك. لو عرفتوا من البيت اللي احنا رحنا الرعب ده، او ما كانتش بيت رعب يعني، كان فيلم يعني كده، لو عجبكم حط لايت واعمل واكتبوا لنا ايه رايكم في ال البيت. ماشي بصوا تمام، المره الثانيه احنا نتيجه هنروح في بيت تاني مرعب، فاستنوها في الحلقه الثانيه. ايوه فالحلقه الثانيه استنونا فيها، ممكن يعني بعد وقت شويه. يلا ما تنسوش اللايك والسبسكرايب على طول. سلام، فيلا سلام.